بتكتسبها. فانا مش هينفع ان انا ابقى شغاله زي مثلا جدي او زي ابويا، تمام كده. ابويا كان ممكن يكون زمان مثلا واحد بيتخرج من كليه هندسه يقعد يشتغل بالمعلومات اللي هي معاه دي لمده 20 سنه من غير ما يحصل اي حاجه، بعد 20 سنه يبدا يفكر ان هو ياخد يروح بعثه ولا يعمل ماجستير ولا اي حاجه. النهارده ما عادش كده، النهارده خريج كليه هندسه مثلا او خريج كليه تجاره اي خريج في الكليه بياخد كورسات من اول يوم هو داخل الكليه او اول يوم بعد ما يخلص الكليه. يبقى اول حاجه المهارات الاتصال، تاني حاجه القدره على التطوير اتكلمنا عليها هي المسؤوليه، ان انا اكون شخص مسؤول. طيب النقطه الاساسيه بقى اللي هي ان انا ممكن ابقى متخيل ان النقط دي مش باينه، او الانسان اللي قدامه في خلال فتره مثلا فتره الانترفيو وليكن مثلا ساعه او نص. في بعض المقابلات ان انا يعني احنا عندنا يعني هيكل اداري، فانا الناس بتتعين من غير ما انا اقابلها، ولكن في بعض البوزيشنز اللي انا لازم اكون انا اللي لازم اقابلها يعني. فانا ببقى مفاجئ، عندي مفاجاه يعني، ان الراجل بتاع الاتش ار بيبعت لي السي في ويقول لي الراجل ده اللي هو انت هتقابله عنده 1 2 3 4 5، احكي لي عن شخصيته، وافاجئ ان هو كلامه فعلا صح 100%. طب يا ابني انت عرفت ازاي؟ انت قعدت معاه نص ساعه بس او ساعه الا ربع، واللي انت بتحكيه ده هو مش موجود في السي في، ولكن ده في الاخر هي دي وظيفته هو راجل اتش ار كل يوم بيقابل ناس، اتدرب وخد كورسات على ان هو ازاي يتاكد ان النقط دي موجوده ولا لا، النقط دي عند الراجل ده موجوده ولا لا. فدي نقطه مهمه جدا يعني، هي نقطه اساسيه ان انت ما يعني حاول ان انت تنمي النقط دي فيك، ان انت تاخد فيها كورسات بقى، ان انت تقعد مع حد يبدا ينميها لك، تقعد مع اصحابك تتكلم معاهم تفتح حوار، وانت لما بتروح انترفيو لازم تاخد فيدباك، تصر ان انت تاخد فيدباك من الراجل بتاع الاتش ار اللي هو بيقابلك عشان تعرف انت ايه المشكله عندك في انهي نقطه من النقط دي. ولكن اوعى تكون فاكر ان انت لا، هي هتعدي، وهي لو عدت مره بعد شويه هتلاقيها ايه، ما بتعديش. لو عدت مره وانت اشتغلت ممكن بعد شويه تلاقي بترفض علشان في نقطه من النقط دي ما هياش موجوده عندك. طبعا انت لو سبت اماكن كتير، دي من الحاجات اللي الناس بتوع الاتش ار بيبصوا عليها بيشوفك انت بتقعد في كل وظيفه قد ايه. يعني لو انا النهارده قعدت مع حد مثلا في اخر 5 سنين اشتغل في 5 وظائف، ولا حد تاني في اخر 5 سنين اشتغل في وظيفتين، بفرض ان هما الاثنين زي بعض انا هاخد اللي اشتغل في وظيفتين. ليه؟ لان هقول ان هو بيقعد في متوسط البقاء في 2.5 سنين، فهو يقعد معايا 2.5 سنين. انما الراجل اللي اشتغل في خمس اماكن في خلال 5 سنين، انا هقول في النهايه الراجل ده هيقعد معايا سنه، يعني مش هيديني حاجه، هو اصلا هيقعد 3 4 شهور على ما ياخد الشغل، وشهرين على ما يبدا يفهم ويتدخل وحاجات زي كده، وبعد كده هيسيبني. يعني هو يديني ايه؟ يديني 6 شهور؟ لا طبعا. سارة عصام بتقول لي آخر سنة ليا في الكلية استغلها ازاي؟ ده أنا زي ما بقول كده، يعني احنا عندنا مثلث النجاح او مثلث الإنجاز بيبقى عبارة عن 3 حاجات، العلم، دي نقطة مهمة جدا، والموتيفيشن او الحافز او الحماس او الشغف زي ما تحبوا تسموه، الشغف والعلم الشغف او الحافز والعلم والمهارات، تمام كده. انت لازم يبقى عندك حافز وشغف، وده يعني طالما بتسألي يبقى اكيد عندك، ودي